أمينة تفضلي. هبة السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي السلام أمينة، عليكم. لاباس عليك؟ بغيت نقول لك انا اتفقت في يعني تسجلت في الدعم السكن، عاد تسجلت اليوم ياك. شنو قالوا لي؟ قالوا لي غتسجل اذا عطاوك موافقه في ظرف 7 ايام. صافي، ديك الوقت غتمشي عند النوطير وديري هذا وعد بالبيع، والنوطير هو اللي غيدفع لك، عاد يعطوها الموافقه الثانيه. ايه دابا انا مشكلتي هو انا غادي نعمل لا بنك ياك، شنو؟ كنخاف لا بنك. انا غادي نعمل البنك، غادي نعمل البنك الاسلامي ان اها شاء الله ياك. كنخاف البنك الاسلامي تعطل ليا وترجع داك مثلا الا عطوني موافقه، حيت انا غنعمل السكن ديال من شي 60 مليون دولار. ايوا هذيك الساعه علاش لا قبل ما انا قلتها لكم، قلت لكم الا كنتي متبعاني في القناه ديالي في عالم ام ميسك في اليوتيوب، وانا قلتها لكم، لا قلت لكم ما تزا شنو لا، انا اصلا الدار يعني شفتها البيراميدالي كي ودابا دابا في غاسمعي، واش انتي متبعاني في 2023 القناه في اليوتيوب ونص. ولا لا؟ دائما دائما وشنو شنو كتسمعيني كنقول لكم؟ هذيك الساعه واقيلا ما دخلتيش اللايف، واحد اللايف درتو هذه واقيلا شي 20 يوم، واقيلا ما دخلتيليش. المهم قلت لكم كنظن كاع لي الناس اللي، لايف دخلت ليهم. وسمعيني وقلت لكم الناس اللي غتاخذ كريدي من البنكه من ذاك البلاك التشاركيه خصها تمشي عند البنكه وتنزل ليها الدوسي، تقول لها انا واش بغيت ناخذ قرض ديال 60 مليون او ديال 50 مليون، واش ماشي مشكل، وغيشوفوا لك لا سيتياسيون ديالك وغيشوفوا لك الخدمه ديالك وغيقول لك اشنو خصك لا توجدي. مشيت اها وشنو مشيت قالوا لك؟ وقابلي ليا، عطوني لوكي، عطوني اللوكي. ايوا صافي. انا عطوني اللوكي، انا غير قلت واش لا بونك لا بونك تقدر فوق شهر عاد تكمل لك الدوسي، واش هذا ياثر ان الدعم يرجع؟ شوفي هي اصلا اون فوا ديري الوعد بالبيع عند النوطير، ايه اون فوا ديري الوعد بالبيع عند النوطير غتمشي اول حاجه قول ليه قبل ما تدفع ليا السيت ديال الدعم ايوه اعطيني واحد السيمانه باش على الاقل ندفع انا الوراق للبنكه، وقولي لهم راني بغيت فيهم الدعم باش هما يفاسيليتيو لك ديك المسائل الاداريه يجاوبوا لك بها. لاله امينه انا عاد عقلت عليك، راه كنتي طلعتي معايا شحال هادي ياك، ايه وقال في قنيطره انا واحد قنيطره قلتي لي لقيتي ولا سلا 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 سلا. صافي انا عقلت باش قلت لك دابا انا نمشي واش دابا النوطير غنقول له بالضبط. قول له الله يرضي عليك دابا منين نديو الوعد بالبيع ما تدفعش للسيد، صافي اعطيني واحد وهو اللي غيقول لك الا ممكن يعطيك حتى الاجل ديال 15 يوم عاد يدفع ماشي مشكل، غادي يديبها ماشي مشكل. ديك الوقت واخا عطوني مثلا لوكي قبل ب7 ايام. دابا غير بلاتي دابا وهذا هو الاشكال. دابا حنا دابا انتيا غنديرك بحال كتجربه، لان حنا ما عارفينش واش كيحسبوا من داك اللوكي اللي عطاوك ولا كيحسبوا من الوقيته اللي كتب ليهم النوطير عطاهم الوعد بالبيع، واش فهمتيني؟ عرفت عرفت. دابا انا النوطير ملي كنهضر معاه كنلقاه حتى هو تالف. ما عرفتي علاش؟ حيت وين باش ان يجيو يقولوا لي تخرج الوزيره او لا يخرج الناطق الرسمي ديال الوزيره او لا المسؤول مع الوزيره ويشرح الناس هذا الشيء، حتى هما غتلقايهم ما عارفين والو. سي صار بروبليم بصح. دابا حنا علاش غنعتمدوا؟ غنعتمدوا على تجارب الناس. دابا انت غتدفعي وانا كنحملها لك مسؤوليه على كتافك، داك الشيء ان شاء اللي الله درتي اجي علمينا به باش نصحوا الناس ان فقط. شاء الله باذن الله. صافي لاله امينه بارك آمين الله الله فيك، يسعدك. شكرا، بارك السلام الله عليكم فيك. وشكرا على المجهودات ديالك اختي. مرحبا لاله، مرحبا حبيبتي، مرحبا، بارك شكرا، الله. يلا السلام عليكم، شكرا.